شكلت وما زالت تشكل دور مهم في حياة أهل البادية، خاصة عند محبيها والمهتمين فيها. هذه أكيد الإبل، سفينة الصحراء اللي ارتبطت بتراث ابن الإمارات، فأطلقوا عليها العديد من الأسماء. قالوا إنها حلال، وقالوا إنها الذود والبوش والرتاب والهجن، وأسماء وايد تدل على أهميتها وقيمتها عند أبناء الإمارات. في العوادي بنخصص لكم دائما زيارة لأحد ملاك الإبل لنتعرف عن قرب على هالتراث الغني وما يمثله في هذا الزمن، ونتوقف الحين عن تجربة المالك محمد بن شكيل النعيمي من مدينة العين. هذه العزبة اللي تشكل له عنصر الحياة والوجود والإرث الممتد من الآباء إلى الأجداد، ودائما يأتي بصحبة ربعه أو أقاربه أو حتى عائلته ليتفقد أحوال الإبل في هالمكان اللي أسسه أبوه، عشان يحمل أبنائه الأمانة وبنفس الوقت يعرف الأجيال الجديدة على السلالات. هاي العزبة أسست قبل 40 سنة تقريبا أو أكثر، أسس الوالد اللي هو مبارك محمد شكيل النعيمي، وكان فيها العديد من السلالات وكان لها إنجازات قديمة، والحمد لله بفضل الله العام كان آخر إنجاز اللي هو الظبي، سبقت في الشوط الرئيسي في الساد وحصلت على الرمز وانتقلت ملكيته لهجن الرئاسة. هذه العزبة اللي طورها الوالد الله يطول في عمره بفضله وبدعمه لهاي العزبة، فالعزبة مثل ما تشوف الحمد لله تطورت وفيها سلالات طيبة. أهم السلالات هاي العزبة تمتلك سلالة شاهين الكليلي، وتمتلك سلالة صوغان الزراف، وسلالة سراب الشيبة، وعندك سلالة جبار مختبر، تمتلك سلالة مصيحان الشيبة. الانتاج يكون عن اختيار الفحل الطيب اللي يكون له ماضي وله اساس وله انتاج، فالفحل هذا هو اللي ينتج. المطية زينة واللي اساسها طيب تنوخها لبعير صيل، بعير صيل هو اللي يعدل على سلالة المطية. الفحل تنوخ له على أمهاته، إذا أمهاته طيبات الفحل بيكون طيب، وإذا الفحل ساسة مش صح فإنتاجه بيكون تعبان. تقريبا العدد الموجود في الإنتاج اللي هو تقريبا 4 مطاية موجودات حاليا إنتاج العزبة الخاص. أمهات تنكلهن الهنجازات طالعات من هاي العزبة. الله يطول في عمار الشيوخ، ما مقصرين، داعمين الركض وداعمين أهل الهجن بشكل عام، وما شاء الله أنهم ما مقصرين. أسسوا لجنة اتحاد الهجن واللي قائمين على اللجنة هذه ما مقصرين في تنظيم الاحتفالات، تنظيم المهرجانات الموجودة في الدولة، وكله بفضل شيوخنا. بداية اهتمامي بالإبل كانت من الصغر، فكان الوالد الله يطول في عمره ياخذني معاه للعزبة وهذا، فتعلقت أنا بالحلال هذا. أنا أحاول أوفق ما بين الدوام والبيت والعزبة، فكل شيء إن شاء الله أن نكون عطينا وقته. فرأي أنا هي تقريبا تأخذ أغلب وقتك، من الرعاية والاهتمام لازم يكون أغلب وقتك لها، أغلب وقتك يكون للعزبة. والله الطعام متوفر هني في الدولة وشيوخنا ما مقصرين، والأسعار زينة، يعني أسعار الأعلاف وهذا أسعار طيبة، يعني مش أنها غالية
والله طول عمار شيوخنا، ما مخلين علينا قصور وكل شيء الحمد لله متوفر. ما نتمنى الا طولة عمارهم، والله يعطيهم طولة العمر والصحة والعافية. يبرز اهتمام النعيمي بالحلال من خلال معرفته بسلالات الإبل، والسبب ارتباطها الكبير بحياتهم اليومية. عشان كذي اهتم بنشأتها وتربيتها، يدخل ويا ربعه يقترب من الإبل اللي هيئها للسباق، فنلاحظ العلاقة المتبادلة بين البوش والنعيمي. البكرة هاي لها عدة اشتراكات وسابقة في الميادين الفرعية، لها تقريبا اشتراكين. سلالتها أبوها رياض، ولد رياض الشيبة، وامها درعية أول إنتاج لها. هاي البكرة طول عمرك ما تظهر إلا في الأمتار الأخيرة، يوم تدور منها عندها ما شاء الله مخزون كبير. والله سباقات رئيسية لين حين ما اشتركت، البكرة تونا مجهزينها، والبكرة سابقة في الميادين الفرعية من ضمنها ميدان الساد. هاي طول عمرك عمرها 3 سنوات، بكرة لقية. والله إن شاء الله نتمل الخير فيها، وإن شاء الله أن عدينها للشارات الكبيرة. هاي البكرة طال عمرك أبوها والجبار، وأمها بنت سراب الشيبة. البكرة لها اشتراكين وسابق الحمد لله. طبيعة البكرة هاي دفوع، ما تقوم إلا راس. والله عيال جبار مو بكلها واحد، ففرق في من ناحية الإنتاج، في منهن يدفعن وفي منهن ما يطلعن له في الكيلوات الأخيرة. البكرة هاي شرية سابق في عدة ميادين. سلالة أبوها والجبار مختبر، وأمها بنت شاهين الكريلي، أمها منتجة قبلها بكرتين سابقات، وهذا ثالث إنتاج لأمها، وبكرة ما شاء الله سبوق. السلالة طال عمرك تتميز بالمسافات الطويلة، ما تظهر إلا في بكرة ثقيلة، مسافات القصيرة ما تقدر، أما في من الطول عليها المسافة تبين هاي السلالة. لها 3 اشتراكات في عمان واشتراك واحد في العين. الحمد لله البكرة هاي كلها اللي سبق في جميع شو اسمه في كل مراكبها مجهزة، مثل ما جهزنا خواتها إن شاء الله بتكون أنا جاهزة وياها. يعبر المالك عن محبته لهذه النوق بالتقرب منها، ويربت عليها ويهيئها لدخول السباق بشكل قوي. البكرة هاي أمها بنت هملول، منتجة قبلها 4 بكرات سابق، وهذا إنتاجها الخامس. أبوها ود شاهين الدريبي. البكرة سابق ولها عدة اشتراكات. البكرة السبوق طول عمرك تميزها بشكلها بشكل العام على النظر ومن مفاحيمها. والله موسم التفحيم ما له وقت محدد، البكرة من تعدها وتجهزها في البداية تفحمها على طول. هاي السلالة طول عمرك تلحق تقوم في المراكز الخمس الأولية، ويوم تطلب منها ما شاء الله تعطيك. القعود هذا أبوه ود شاهين، وأمه بنت مصيحان الشيبة، وقعود بعد سبوق وشرية، لا عدة اشتراكات وسابق، والقعود تعطل من يديه، والحين الحمد لله بخير، وإن شاء الله أننا بنشركها في أقرب مهرجان.
والله طول عمرك يدينا تلينا مثل ما تشوف، موسمين على يدينا والحمد لله بخير. الحين مشاركاته طول عمرك له اكثر من 5 اشتراكات وكلها سابق فيها. هاي هاي، وان شاء الله من يجهز ان شاء الله انا بنشركه. بعد ما يتفقد النعيم البوش ويستمتع بالحلال، يحلو اللقاء بالربع وشرب القهوة. هني بتكون مساحة لتبادل الأحاديث ومعرفة الأخبار والتقرب أكثر بين الأصحاب. تصبح الجلسة أكثر متعة بانضمام صديق أو قريب ليحلو الحديث عن المشاركات والتحضيرات، وكل واحد فيهم أكيد بيحتفظ بسر خاص يربطه بالفوز والتدريب. محمد تسلم ودوم. خبر ماشي؟ منصوبك خبر ولا علم؟ سام هذاك الزين. يا مرحبا وسهلا. يا مرحبا وسهلا. علومك عن ركاب محمد؟ علوم عن ركاب؟ والله ركابي سرك حالها. بشر شيء شاركته ولا شيء سبقته؟ والله اشتراكات ماشي، غير شاركات العاميه وان شاء الله يعني تم الخير ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين. شو السلالة عندكم؟ السلالة اللي هي طيبة مشهورة؟ والله السلالات طيبة الموجودة كلها بوشة صايل مهاتن صايل، وإن شاء الله متملين فيها خير. اللي يصوب العزبة ويشوف فالحلال يرتاح، واللي في ضيقة تروح أنا ضيقته. الواحد في وسط حلاله أكيد أنه بيكون مرتاح ومستانس. والله المنافسة لا بد منها، فإذا ما كانت في منافسة ما فيه، ما تحس بطعم السبق، ما تحس يعني بسبقك في أي ميدان تروح له. فلازم تكون شوي في منافسة مشان كتشجيع يخلي يعني اهتمامك أكثر، تهتم أكثر بحلالك وتجهز أكثر عن تجهيزك القبلي. ما فيه إنسان يقول أنا عارف كل شيء، كل مرة يطلع لك شيء جديد وتتعلم شيء جديد. هاي الرياضة تطورت بفضل شيوخنا الله يطول في عمارهم، والله يرحم من أسس هذا التراث الشيخ زايد رحمة الله عليه، والله يطول في عمر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وإخوانه والشيخ محمد بن زايد على دعمهم لها الرياضة. ونشكر الشيخ سلطان بن حمدان على اهتمامه ورعايته لهذا سباقات الهجن، واللي ماخذه تقريبا كل وقته على أساس أنه يظهرها بأحسن صورة، من خلال دعمه للميادين، من خلال التسعيرات اللي يحطونها من جميع النواحي. والحمد لله فاتحين الركض لجميع الدول المجاورة، تشجيع للمواطنين على اهتمامهم بالتراث. هدفي أن أكون مشارك مشاركات قوية في السباقات الرئيسية أو في المراكز الرئيسية. عندنا طموح طول اللي عمرك أن سواء من تطوير عزبة أو من حلال يكون موجود في العزبة، أو حفاظ على السلالات الموجودة من مشترى، من إنتاج، من كل ناحية. أهم الشرايا اللي هي جبارة ريمة سابقا، بنت صوغان، بنت هو بلادي، بنت الغزال، هذه الأهم السلالات الموجودة سابقا عندنا في العزبة هاي، وبنت هملول أيضا ما ننساها. آخر بيعة كانت الظبي اللي هي سابق في رئيس الساد وحاصلة على الرمز، بتاعت 1.5 مليون على هجن الرياسة.
ننصح الشباب المواطنين باهتمام بالتراث، تراث الدولة، والتراث اللي مخلفين علينا أجدادنا وأبانا. نشكر شيوخنا على دعمهم لهذا التراث، وعلى دعمهم بالأخص لعالم سباقات الهجن. ونخص بالشكر لسمو الشيخ سلطان بن حمدان على اهتمامه ورعايته لهذه السباقات، واللي وصلها لأعلى مستويات. ونشكركم أنتم قناة بينونة بشكل خاص بعد على اهتمامكم بالتراث. فالإنسان اللي يتعلق في مطية صعب يخليها تفارقه، لأنك تكون وياها يعني أغلب وقتك يكون وياها، فمن الصعب أنك تبعدها عنك. كل واحد لو طمك المطية تعرف راعي. الحين لو تدخل دخل حلال، الحين أنت العلاء وبوش لا يعرف لك، لا يعرف لك كيف يعني طريقتك. يعني مطية تعرف راعيها. كل واحد خساها يعني بعد في الركب يوم مطية تسمع لك صوتك في السماعة سيد لحسب كلامك تعرف لك صوتك. نشكر الوالد اللي علمنا على هذا التراث، اللي خلانا نتعلق فيه، والله يطول في عمره ويعطيه طولة العمر والصحة والعافية. ولو انتقلنا لتفاصيل جسم الإبل واللي تميزه عن باقي الكائنات في تكوينه، خاصة بشكله الخارجي، واللي يذكرنا بقوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ صدق الله العظيم. فإن عيون الإبل دائما تدهشنا، ففي عيونه جفن ثالث شفاف يغمضه عليهم فيحميهم من حرارة الشمس، عشان كذي تكيفت عيون الجمل للرؤية مع وجود الغبار والريح في هذه الصحرات الشاسعة. تتميز أيضا بأن رموشها ذات طابقين متداخلين في بعضهما، وبكذي تقدر تحمي عيونها من دخول الرمال. أما قرنية العين فهي مصبوغة من الخارج، هذا يوضح تحملها لأشعة الشمس، وأيضا الشبكية متطورة ومميزة، وأن وجود حواجب كثيفة يحمي العين من الأشعة الضارة. هني في الإمارات يحتفظ المواطنين بقطعان لها سمعة طيبة لإنجاب هجن السباق، ولتكون تذكار لأسلوب الحياة التقليدية في المنطقة. عشان كذي تشوفون تربية الجمال دخلت الرياضة والسباقات والتجارة، ومنحت الإمارات سياحة تراثية رائعة.